السلام عليكم. مرة مرة. أنا محمد ياسر. متخصص في المعلومة الطبية، شعبة طبية. متخصص في البايو كيمستري والبايو فيزيكس، بس أنا مكمل الدراسات العليا بتاعتي في نفس المجال. أنا حاليا بفضل الماستر بتاعي في علم النانو. هنتكلم عن يعني إيه نانو؟ في حد منكم مهتم شوية بعلوم النانو ولا؟ طيب تمام، يعني ان شاء الله في حاجه جديده على الموضوع. الاول هنبدا بحكايه البورس. وانا صغير كان بيلفت انتباهي جدا من نقطه ازاي البورس بيمشي على الخطه. اتخصصت في النانو وعرفت الاجابه. عشان اعرف البورس. عرفت الاجابه ان سبحان الله ربنا بدي نص شعيرات نانوية. الشعيرات النانوية دي بتمكنه ان هو يمشي على الحيطة، ورجلين البورس تقدر تعمل قوة تجاذب فاندر فالز مع ذرات الحيطة، يعني هو بيمشي على الحيطة بيتعامل معاها على مستوى الزمن. دوت اللي بيمنع البورس ان هو يقع مهما كانت الحيطة منساه ومهما كانت الزاوية بتاعتها اللي عرضه للجاذبية الأرضية. بعد ما حكيت لكم حكايه البورس ندخل في حكايه النانو. سنه 1959 دكتور ريتشارد فاينمان، الراجل المسلم بالنسبه لي، اللي انا بحبه جدا. ماري كوري. ايه؟ ست ماري كوري. لا ما ماري كوري بقى في الستات احنا بنتكلم. وماري كوري في الراديشن احنا دلوقتي في النانو، لان دوت ابو علم النانو. دكتور ريتشارد فاينمان من جامعه كافر. قال كان في محاضرة زي توك، وقال المقولة بتاعته الشهيرة سنة 1959 There is plenty of room at the bottom، يعني ما زال هناك الكثير في قاع الوظيفة. إشارة لعلم النانو أو للبشرية تتعامل مع المواد على المستوى الذري. تمام؟ وفضل الموضوع كلها مجرد إرهاصات علمية، إرهاصات إن لسه البشرية مش عارفة تتعامل على المستوى السنوي. لحد سنة 1981 قدروا يعملوا الـ STM أو الـ Scanning Tunneling Microscope، اسمه بالعربي الميكروسكوب النفقي الناسح. الميكروسكوب دوت بيقرا أسطح المواد على مستوى على مستوى الذري، زي ما البشر كده بيقروا الطريق رايت. يعني هو بيبقى عندنا تيب أو إبرة، الإبرة دي بتبقى حادة جدا، وزي ما احنا شايفين كده الزرار اللي على سطح التيب، الإبرة بتاعت وبيمشي على السيرفس بتاع الماتيريال، ويبتدي يسجل الاهتزازات اللي بتحصل ما بين الاتومز اللي على سطح التب وما بين الاتومز بتاعت السيرفس. وبالتالي التراجيكتوري دوت او الاهتزازيه بتاعت التب بنسجلها، بيبقى في سيستم تاني بقى سيستم كمبيوترايزد، ونقدر نحولها لصور، نقدر نشوف بيها التوبوجرافيك على مستوى النانو بتاع سنة 1985 دكتور سمولي وزمايله قدروا يكتشفوا اكتشاف عظيم جدا، وهو عنصر الكاتبول او الكاتبولستي، ودي كانت احد اعظم اكتشافات على المستوى النانوي. ان هم اكتشفوا جزيء، الجزيء دوت بيتكون من 60 ذره كربون في تتابع، زي ما احنا شايفين التتابع ده مش بيتغير في الكاتبولستي. 20 هكساجون مع 12 بنتاجون، يعني 12 شكل خماسي زي ما احنا شايفين كده، شكل خماسي ده و20 هكسجون بالتتابعات ديت، وكل ذره كربون مرتبطه بذره كربون الثانيه بكوفيلنت او رابطه تسمويه. السحر بقى ابتدى ايه؟ يحصل. سنه 1989 عملاق الالكترونيات واجهزه الكمبيوتر شركة اي بي ام قدرت تكتب بذرات الزينون على سطح من النحاس اللوجو بتاعها اي بي ام بذرات، يعني كل نقطة من دي ذرة. باستعمال تكنولوجيا اس انا اتكلمت عنه، ازاي هو يقدر يعمل مانيبيوليشن، اول تلاعب حصل بالذرات مانيبيوليشن على طريق الاس تي ام، خلاص بيقبل الذرة من مكانها وتحطها في اللي هو عايزه. اللوجو دوت زي ما قلت لكم لوجو اي شركه اي بي ام، وده كان السر
علمي او سطح علمي رهيب في الوقت. خلينا نوضح شويه ونقرب فكره يعني ايه نانو بالفيديو ده. عشان نفهم قد ايه النانو صغير جدا. لو احنا مثلا بنتكلم على الانسان الافريج رينج الطول بتاعه من متر ونص ل 2 متر. ننزل شويه النمل تقريبا ننزل شويه في السكيل يعني تقريبا 2 ملي متر. لو نزلنا شويه السكيل بتاع الشعر مثلا 1.10 ملي متر. ننزل شويه 1.10 ملي متر يعني 1000 مايكرو. ننزل شويه 2.10000 ملي متر بكتيريا الشرشية الكبار اللي كانت الدكتورة اللي بتتكلم عنها. يعني تقريبا 2 مايكرو. لو نزلنا أكتر الراينو فايروس اللي بيسبب الكومن كولد 30 نانو متر. لو نزلنا أكتر الدي إن إيه بتاع الإنسان السايز بتاعه من النيوكليوتايد اللي قدامها تقريبا 2.5 نانو متر. يعني الدي إن إيه بتاعنا أصغر مننا بكم مرة؟ كم مرة على اعتبار ان انا طولي 2 متر دي ان ايه بتاعي 2 نانو متر اصغر مني 3 مليون بمليون مرة كم ست يعني واحد وقدامه 9 اصفار
خليني اوضح لكم قد ايه الفرق شهير. الشمس القطر بتاعها 1.5 مليون متر. يعني الفرق ما بين الدي ان ايه بتاعي وما بيني في السايز هو هو الفرق ما بيني وما بين الشمس في القطر. لان انا جبت الدي ان ايه بتاع الشمس. تمام؟ خلينا بقى ايه؟ ندخل الابلكيشنز في الطب. علم النانو من العلوم اللي عملت طفره كبيره جدا وتقدم كبير جدا في الطب. الابلكيشنز بتاعتها مهوله في الافاده بتاعتها. من اهم الابلكيشنز بتاعت علم النانو في الطب النانو فارماسيوتكس. ازاي اني انا استعمل العلاج بتاعي من الفريز او البالك ماتيريال، يعني الصوره اللي احنا متعرفين عليها اللي بناخدها كلنا مع اي حد بيتعب، بصوره في حجم النانو. تمام؟ بس لما باجي اتكلم في حجم العلاجات في الصوره النانويه، انا مش بتبقى من 1 ل 100 زي ما قلت النانو سكيل، بتبقى تقريبا من 10 نانو لحد 1000 نانو. تمام؟ استفيد ايه؟ يعني ليه عايز اعمل كده؟ ناخد العلاجات زي ما بناخدها خلاص. برافو ماشي دي واحد. دي قدامي حرام تارجت برضه انا معايا مثلا. تمام صح انا هقدر اتارجت على الحجم الخلوي اكتر. في ايه تاني؟ ماشي اقل من سايد افكت او ممكن اعلي حاجه يعني هاجي في الكلام دلوقتي. بس اكتر حاجه هستفيد منها خصائص النانو ماتيريالز في السطح. السيرفس اريا بتاعت سطح الماده النانويه اكبر من السيرفس اريا بتاعت الماده العاديه. تمام؟ ودوت بيحسن الافكاسي بتاع العلاجات والبايوافيلابيلتي بتاعت العلاجات، وفي نفس الوقت كده انا ممكن احسن ميكانيزم اوف اكشن بتاعت. تمام؟ وهي جوه الجسم. اهم الاستراكشرز اللي الانسان عملها او العلماء عملوها يعني في تطبيقات النانو فارماسيوتيكالز الستراكشرز الثلاثه دول اللايبوسومز بجد اللايبوسومز برضه في حاجه اسمها النانوسومز هي هي شكل اللايبوسومز بس اصغر شويه في الحجم. اللايبوسومز عباره والمايسيتس عباره عن ايه؟ عباره عن فوسفوليت بايجاري. احنا عارفين كلنا الخلايا بتاعتنا السلم بتاعها عباره عن ايه؟ فوسفوليت بايجاري. يعني احنا جايبين حاجه كانها من جوه الجسم وبنقول له خد دي حاجه مش هتعمل ريتيشن للجهاز المناعي بتاعك، كانها حاجه من طبيعه الجسم نفسه. مش هتعمل استفزاز للجهاز المناعي. وفي نفس الوقت هي في النانو سكيل. تمام؟ الفكره ان انا الكور بتاع الفيروسون ده انا ممكن احطه في الدراج بتاعي واوصله للمكان اللي انا عايزه من غير ما يشتغل ستيل. من غير ما يشتغل في كل الخلايا. احنا عارفين واحدة من أبشع السايد افكتس بتاعت العلاجات مثلا العلاج مع السرطان ان الكيمو سيرابي بيشتغل على بس بيشتغل على كل انواع الخلايا هيضرب ده هيضرب ده لا انا كده هنا عايز اعمل تارجتنج وفي نفس الوقت عايز اقلل السايد التوكسيستي بتاعت الدراج بتاعي على الخلايا السليمه فانا هنا هقدر اكونشنايز السطح بتاعي دلوقتي احط مثلا حته انتيجين يروح لسيكتور معين على سطح الخليه السرطانيه وهكذا. سواء ايا كان المرض اللي انا عايز اعالجه. تمام؟ فالفكره هنا ان انا بحط الدراج بتاعي في الكور ديت يروح منتهى الاستابيلتي ومنتهى الامان والمكان اللي انا عايز اعالجه وبعد كده الجسم بيكسرها لانها ديجريدبل. خلاص؟ وهي تعتبر مكون من مكونات الجسم فمش بتضر. تمام؟ واحد من التطبيقات ديت احنا عندنا في الكيمو سيرابي حاجه اسمها السيستلاتين. السيستلاتين ده المولكيول بتاعه، المولكيول عباره عن هو مولكيول بلاتين زي ما احنا شايفين زرين بلاتين زرتين كلور وزرتين اتش سي. تمام؟ السيستلاتين واحد من انجح العلاجات في الكيمو سيرابي. سرطانات ابتدى من ايه؟ سرطانات الكوبرز ابتدى من ايه؟ سرطانات الراس والرقبه نوفرز سرطانات الميدل وسرطانات البلدر اللي هي سرطانات المثانة واللون كانسرز سرطانات الرئة. بيشتغل ازاي؟ من
الميكانيزم اوف اكشن بتاعه ان هو بيروح يبايند او يرتبط بالدي ان ايه في اماكن معينه. لما بيرتبط بالدي ان ايه في اماكن معينه بيوقف كل عمليه الدي ان ايه ريبليكيشن بدايه من ان وايندنج اللي هو فك الدبل هيلكس لحد السيكونس المعروف بتاع الدي ان ايه ريبليكيشن. وفي نفس الوقت هو هيعمل بريكنج للستراندز بتاعت الدي ان ايه، يعني هيعمل كسر ايه ستراندز يعني بالظبط الشريط، يعني الشريط بتاع الدي ان ايه. خلاص عايزين نشوف بقى ايه اللي حصل. فكان فكره واحد من العلماء وهيسكو ليوز وهو وزمايله ان هم يحولوا حاجه مثلا في الكيمو سيرامي للمستوى النانوي. دكتور بيركات الدراسه ديت مشهوره في نيتشر، اعظم مجالات دي في النشر هيفهم الكلام ده كويس. فكمان هنا في نيتشر ميديسن خلاص الدراسه ديت دكتور بيركات اند هيسكو ليوز سواء ايا كان قدروا ان هم يحصلوا على او ان هم يعملوا فورميشن للسيس بلاتين في الصوره النانويه بتاعته، وفي نفس الوقت ان هم انا قلت لكم ان الستراكشرز العلماء قدروا يطوروها لايبوسوم لايبوسوم والمايسلز والنانوسوم. هنا هم استعملوا النانوسوم فعملوا حاجه نانو كاسبيتد او نانو كابسولز بالنانوسوم وشافوا التاثير بتاعها عامل ازاي على الخلايا السرطانيه. زي ما بيقولوا في الدراسه بتاعتهم لو انها علت السايتوتوكسيستي على الخلايا السرطانيه 1000 مره من الفورمه العاديه. يعني قدروا يقتلوا الخلايا السرطانيه بقوه اكثر من 1000 مره. تمام؟ دي اشاره ايه؟ اشاره ان انا استعملت مميزات اكثر في الحجم النانوي. خلاص؟ واحده برضه من الحاجات اللي قتلت بحث وما زال قتلت بحث في المجال ده في النانو بيولوجي ان انا استعمل استفيد من المواد النانويه دي كخصائص انتي مايكروبيال، سواء كانت بقى فيروسز سواء كانت فانجاي سواء كانت سواء كانت بكتيريا. وده نطاق اوسع في الاستعمال. واشهر الحاجات اللي بنستعملها في المجال دوت الصوره النانويه بتاعت بعض المعادن والاكاسيد، اكاسيد المعادن والمعادن سواء كانت نانو الحديد سواء كانت نانو الفضه نانو الذهب، هتسيب بقى عندك او عندك التيتانيوم اوكسايد الزنك اوكسايد. كل الحاجات دي احنا بنستعملها وكل واحد ليه كريتيريا معينه في القضاء على الباثوجين او سواء كان بيأثر على انزيم معين مهم في بالنسبه لحياه البكتيريا، سواء كان بيعمل ديستراكشن للسيل ميمبرين بتاع البكتيريا، سواء كان بيوقف الدي ان اي ريبليكيشن بتاع البكتيريا، كل نوع من انواع المواد النانويه اللي انا ذكرتها انا جايبها لكم لو حد عايز ياخد البرزنتيشن بتاعي ويطلع على كل واحد بيشتغل ازاي والميكانيزم بتاعه في ان هو يوقف التكاثر لما يكون بتاعه او الاصابه سواء كان مثلا الفيروس، الفيروس هياثر مثلا ازاي في المكان ده، لازم يعمل اتاتشمنت. فانا ممكن بالنانو ماتيريال اشتغل على ان انا اوقف الاتاتشمنت بتاع الفيروس مع الخليه. خلاص؟ واحده من الملخصات اللي لحد دلوقتي لسه مش اون لايت بس شغالين عليها بقوه ان انا ممكن في وقت من الاوقات ان انا اعمل حاجه اسمها النانو روبوت. النانو روبوت يعني روبوت يدخل في البلاد ستريم يقدر بقى ان هو يشوف لي مثلا فيروس زي الرينو فيروس، فيروس اي فيروس دخل في الجسم يروح ياخده. الاكسوا انا بقى هستعملها دياجنوستيك او سيرابيوتيك مش ايه، بس وقت ما نوصل للاختراع دوت هيقلب موازين العلاج بطريقه العلاج والتشخيص على حد سواء بطريقه جامده جدا. الموضوع ده لسه مش قريب بس هو يعتبر من اكثر المواضيع البحثيه السخيفه في مجالنا. انا خلصت بحاجة عندي التوك بتاعتي المقوله اللي انا بحبها جدا. طيب انت او ليش يور بيست فور افري داي بوز انت فاضي كل يوم حاول تقدم حاجه اي حاجه انت بتقدر تعملها سواء كانت تقصير علمي سواء كانت شغل في اي حاجه في اي مجال من المجالات انت بتحبها ما تستناش عليها
وكده مع بعض خالص.